اضطريت اني اشتغل هون وساعد زوجي يعني. يعني شفتي الوضع، كل يوم هون، كل يوم انا صراحه من الصبح فيق بكير، بيجي لهون بفرد البضاعه، بروح بضلني للساعه 5 المساء، يعني هذا الوقت كله على حساب الاولاد، على حساب يعني البيت. يعني هلا انا اولادي بيجوا من المدرسه لحالهم، بدل انا ما اكون ناطرتهم مثلا من المدرسه، بيكونوا لحالهم هنهم بالبيت بينتظروني لحتى انا اجي من شغلي، لحتى يعني بتعرفي بعدين شو يعني لزوم البيت يعني. هلا انا عائلتي كلهم شهداء، والدتي، امي، اخي، عندي 3 شهداء بتفجير جبلة، ما في مين يعينني، لهيك يعني مضطرة اني انا اشتغل هون على البسطة. الحمد لله صار هون الي يعني صيت، العالم تعرفني، العالم كل عالم هون صار تعرفني يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني هو الشغل صعب صراحة، الشغل يعني بده جهد يعني.